وكما قال أهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. سؤال يقول ما رأيكم في من يقول أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، ومن هم أهل السنة والجماعة؟ الأشاعرة من أهل السنة في الأبواب التي وافقوا فيها السنة والماتريدية كذلك، ولكن ليسوا من أهل السنة في الأسماء والصفات عند إطلاق أهل السنة، ليسوا منهم في الأسماء والصفات. وكتبنا في هذا تعليقا أرسلناه إلى المجتمع والدعوة لأجل بيان الصواب في هذه المسألة، سوف ينشر أو قد نشر. المقصود أنها أن أهل السنة والجماعة يمرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت مع الإيمان بما دلت عليه من المعنى، وأنه حق وأنه لائق بالله عز وجل لا يشابه في خلقه سبحانه وتعالى. هكذا قال مالك بن أنس رحمه الله، والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم من أئمة السلف، وهو قول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو قول الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولا يجوز تأويل الصفات كما تفعل الأشاعرة في جملة من الصفات، لا، ولا كما تقول الجهمية والمعتزلة قبحهم الله أيضا في تأويل الصفات، لا، الواجب إثباتها وإمرارها كما جاءت مع الإيمان بأنها حق وأن الصفات تليق بالله، فهو ذو رحمة واسعة حقا، له رحمة وله غضب وله رضا، يكره ويغضب ويرضى ويضحك، لكن ليس مثل صفاتنا، صفاته تليق به لا يشابه فيها خلق سبحانه وتعالى، ولا حاجة إلى التأويل، بل نمرها كما جاءت مع الإيمان بأنها حق، وننزه الله مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيل، ونثبت صفاته له سبحانه إثباتا بلا تمثيل ولا تحريف. هذا قول أهل الحق كما بين أهل السنة في كتبهم كابن خزيمة وعبد الله بن أحمد وعثمان بن سعيد الدارمي، وبعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أئمة السلف، نعم، والخلف، نعم.